بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم عندنا واحد صيغة ربانية رائعة، الناس اللي تيمرضوا في العيد الكبير والناس اللي تكون عندهم طاقة شيطانية دخلت لهم على سبب السحر ودارت لهم التمريض. إذن صليو كاملين دابا على سيد الخلق في التعليقات وخليو لنا واحد لايك، وإن شاء الله غادي ربي يعاونكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور. اليوم معنا واحد الوصفة باش نطردو السحر الشيطاني أو السحر اللي موقف ليا حالي أو السحر اللي يدير ليا التمريض. دائما مريضة، دائما صفرة، دائما عندي خجل أو عندي خوف او عندي اضطرابات دقه القلب، او دائما مخلوعه بحال جاري عليا شي واحد وانا ديما تنحس معايا شخص. هذاك سيكون مس شيطاني دخلك على السحر الاسود او السحر اللي مرصود على حسب السحر. كان واحد السحر تخطيتي في اي مكان او على العتبه او انك داروه لك بالصور او داروه لك بالملابس او داروه لك باي طاقه لك مس شيطاني. اذا كاين بعض الاحيان غير العين تدير التمريض، العين الحاقده تدير سحر العيون. السحر العيون يسبب المرض الشديد، سبب الناس بزاف هي العين الحاقدة. إذا هذه الوصفة صالحة المس الشيطاني دخلك على العين أو الحسد أو دخلك على السحر. إذا الحسد تأثر على الإنسان وتعطيه طاقة المرض. إذا الناس اللي باغين هذه الوصفة غادي يخرجوا عند عطار، يخرجوا عند عطار قبلي وياخذوا الفيجل أو السداب. الفيجل والسداب والحرمل والسنوج هادو راه مخلطين، هادو ديولي انا. الحرمل هانتوما، الحرمل والسنوج غادي تاخدو قطع ديال المسك بحال هادو اللي غادي تبشروه مع الفيجل الحرمل السنوج. اللي عنده سرغينه يدير سرغينه، اللي ما عندوش بلاش ما يدير لا سرغينه لا والو، يدير غير الحرمل والسنوج والسداب والمسك، ربعات المكونات. اللي عنده سرغينه جوده سرغينه تكون ملونة أو تكون عادية عادي جدا. أما قطعة مسك غادي إن شاء الله نبشرها بحال هكا، تولي بحال هكا، وغادي إن شاء الله نخدم بها نديرها على النية ديال طرد التوابع، وغادي نحيد عليا كاع الموانع اللي عندي. عندي مرض شديد مسبب لي الخمول، مسبب لي توقف الحال، ما تنقدرش نقرا، ما تنقدرش نخدم، ما تنقدرش نجلس حتى مع الناس غير من طاويه وجالسه في واحد المكان بوحدي منعزله مكتئبه. دائما عندي فراغ في الجسد ديالي داخليا، ما عندي لا شخص معين نحكي ليه، ما عنديش صديقه، ما عنديش شخص معين نبغيه. اذا انا فارغه من الداخل لان عندي مس شيطاني مسبب لي توقف الحال في حياتي كامله. اذا بغيت نتخلص وبغيت انني ارجع عاديه، تقدري ترجعي عاديه 100% وتقدري 90% الا تبعتي اوراد ديالك، اوراد ديال الصباح والمساء، وتبعتي كأس الماء الصباح تقرأي عليه الفاتحة مرة واحدة وتاخدي ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. غادي تاخدي الفاتحة تفتح لك جميع الأبواب وتبطلع لك جميع الموانع، وسبحان الله الفاتحة هي مفتاح الفرج. سبحان الله وضع الله في كل كتاب من القرآن الكريم عندها واحد القيمة كبيرة عند الله. هي صغيرة الآية، الصورة ديال الفاتحة صغيرة ولكن قيمة ديالها كبيرة. هي رقية شرعية، غير تقريها مرة واحدة ربي يفتح لك بيبان الخير. إذا حاولوا الفاتحة من تمشيو تناموا تقراوها 7 مرات على كأس الماء وتشربوها. بزاف الناس تعالجوا بهذه الطريقة، زيدوا عليها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لأن الفاتحة غتحيد لكم العين والحسد والتوابع اللي عندكم في الجسد والعقد، بخصوصا صورة الفلق وصورة الناس. سيد الخلق اللي كان محجوب على كل حاجة ربي صينه في الأرض والسماء، سبحان الله العظيم كان ما ينام حتى يرقي نفسه بصورة الفاتحة والفلق والناس، هما المعوذتين وصورة الكافرون، وعادة تينام. إذا احنا ما نسوش التحصينات اللي خصنا نديرو الوقت اللي نمشيو ننامو. إذا نحصن راسي ونقرأ آية الكرسي
وإنسان يحاول اللي عنده موانع، اللي عنده طاقة سلبية دخلته على أي طاقة الحسد والسحر، يحاول ديما يرقي نفسه بكتاب الله والرقية الشرعية. إذا غادي نعطيكم هذه الفائدة الرائعة اللي غادي تطرد لكم الموانع اللي غادي تبخروا بها في أي وقت. بحال دابا أنا تنصور واحد الوقت في الليل نقدر نبخر بها عادي عادي جدا، نبخر لأن طاقة البخور بالفجل يطهر الشياطين من البيت. إذا حاولوا أنكم تاخذوا الفجل السداب، تاخذوا 5 دراهم وخا يبقى عندكم، وناخذ الحرمل والسنوج، معلقة السنوج معلقة الحرمل، ولكن الفجل يكون هو أكثر، الفجل أو السداب يكون هو أكثر. ناخذ قطعة، غادي ناخذ غير طريف صغير، غادي نبشره مزيان، غادي نبشره جيدا، وغادي بحول الله وقوته غادي نقرأ عليه سورة الصافات كاملة، سورة يوسف كاملة، وسورة النور كاملة. تقدروا تقراوها في 3 أيام أو في جلسة واحدة، ثم في الاختيار. ولو تقراو إذا ما قدرتوش تقراو حطوا البورتابل، ما قدرتوش تقراو حطوا البورتابل يقرأ على المكونات، يقراو عليها وعرضوها للتلفاز تقرأ عليها سورة البقرة. إذا نتوما ما قدرتوش غادي تشغلوا هذا، وتحاولوا أنكم تحاولوا ديروا أي سورة من القرآن الكريم، وغادي تحاولوا أنكم تحطوها على المكون، تحطوها على المكون بحال هكا، نحطها أنهم يحطوا بورتابل يقرأ على المكونات كاملين. إذا حاولوا أنك على نية أن المكونات تقراو عليهم، ولكن من الأحسن تقراو أنتوما، من الأحسن تقراو سورة الصافات، سورة يوسف، سورة النور، البقرة طويلة ولكن تفتح جميع الأبواب، هي فيها ربعات المفاتيح، أو ربي سبحانه وتعالى يحيي بها الأرواح ويحيي بها الصحة ويحيي بها النفس ويحيي بها أي حاجة تبطل السحر، تبطل السحر. إذا سورة البقرة اللي ما قدرتيش تقرايها حاولي أنك تحطي بورتابل يقرأ عليها، سورة النور هي طويلة يقرأ عليها، قرأ نجبد الصور ونخليهم يقراو مرة مرة، ندير هكا ونفت. من بعد نقرأ تقراي 7 مرات الفاتحة، وتقراي سورة الفلق وسورة الناس والكافرون، تقرايهم انتيا، أما بالصور الطوال تحاولي أن تحطي عليهم البورتابل اقرأ عليهم، وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته تاخدي أول حاجة تشليلة ديالك قبل ما تبخري، غادي ديري واحد تشليلة في كأس الماء، تاخدي واحد القطعة، تاخدي واحد المعلقة ديريها في كأس الماء وتخوي عليها ماء ساخن، غادي تدوزيها على الجسد ديالك بالكامل. هذاك اليوم غادي تدوزي على الوجه، على الشعر، على كل شيء. الناس اللي مرات يدوزوا على الجسد ديالهم كامل، ولكن المسك حاولوا انكم تبشروه بالمبشره، بالمبشره، وغادي تدوزي على الجسد ديالك كامل، وغادي تلبسي شي جلابه او عبايه او اي حاجه فضفضه وتحلي العقد، وغادي تجيبي المجمر بحال هكا، وغادي تبقاي تحطي بحال هكا بحال هكا، وتخليها تحت منك بحال هكا تحت منك، تبخري تبخري واستنشقي، استنشقي الريحة، تحاولي أن الريحة تدخل المناخير ديالك، أنك تشمي بحال هكا بحال هكا، تستنشقي أن باش إذا كان عندك السحر ضرك في راسك أو عندك أي عارض في الرأس ديالك غادي يخرج باستنشاق الفجل والمسك. إذا وغادي هذاك البقايا ديال الكأس اللي درتي معلقة، وغادي ان شاء الله نحاول انني نشفها ونخلطها مع هادو ونتبخر بها بلا ما نلوحها، نحاول انني نبخر بها. اذا وصفة قوية جدا لطرد العوارض وطرد الموانع وطرد كل شيء، لا عندك سحر، عندك عين، عندك حسد، ان شاء الله العوارض الشيطانية، السحر، الحسد التابعة، اقوى تشليلة اللي غادي تحيد لك الموانع. سبحان الله، الشيطان القوة ديالو إلى قريتي القرآن تضعف. حاولوا أنكم تبخروا ما بين أوقات اللي بغيتوا، ولكن حاولي في الليل
تاخذ هذاك الماء ديال الفيجل وتدوزيه على الجسد ديالك بالكامل. اما البخور تقدري تبخري الوقت اللي تمشي تنامي، الوقت اللي تفيقي الصباح، تبخري 2 مرات في الاسبوع، تبخري 2 مرات في اليوم، صباحا مساء، صباحا مساء، حتى تشافي. وهذا البخور نديرو في واحد الوعاء ونخليه قريب مني، خاصني نشوفه باش ما ننساش. غادي تحسي بالراحة، تحسي رجعت لك الابتسامة، تولي تبركي مع الناس، تولي تقلبي على الخدمة، تولي فرحانة، تولي أي حاجة بغيتي ربي غيسخرها لك. إذا تنتمنى الحبابي اللي باغي هاد الفيديوهات يحط لنا تعليقات، وإن شاء الله غادي نجاوبكم بأي حاجة حطيتوها إن شاء الله. إذا حبابي ما تنسوناش باللايك والدعم والبرتاج، وربي يعاون الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.